فوز عبد المقصود سعيد عز بن عراوه كفرواك حشيس. كم سنه عم فوز؟ 63 سنه. يعني قول لنا بقى الفيديو الراقص بتاعك، يعني سبب فرحتك بالرقص. والله من محصول الحمد لله وفرحت، وبعدين عدى واحد بظروفه كده ابن عمي صورني. صورني انا كنت مدي، انا ما نحسبش مصور فيا والله. تبي ولا بتغلى على ناحيه كده وصور فيا ابن عمي يعني. طبعا خيطت الشكاير وروحت الغله وتمدوها للشونه وردوها. جاب قد ايه؟ 25 ارداب. تمام. فالنهاية نمت من البطل والله. الصبح لقيت ابني بيقول لي انتشرت على القنوات. والله ما علميش والله. طب سبب رقصك بقى وفرحتك ايه؟ محصول زايد والله. الحمد لله. السنين اللي قبل؟ السنين اللي قبله. التجاوب حلو يعني، التجاوب متطوره يعني. كنت انت قايل لي قبل الفيديو ان موضوع روسيا واوكرانيا عشان ما تقوليش ما حدش يكسر رقبتنا، احنا مش فينا ايدين وعقل نفلحه ونعمله يا عم زيهم. نصدره غلي. ايوه. نصدره غلي، نسوي له غله ليه؟ نصدره غله للدول ونجيب عمره صعبه. ايوه. ركزوا على الغله. نسوي له ليه؟ يقول لك مصر بتستهلك، يقول لك مصر بتستهلك انظر كم مليون ارذاب. ايوه. كم طين. احكي لنا بقى الرقصه دي، الاغنيه كانت ايه عن ايه وايه سبب، يعني قول لنا الاغنيه دي عباره عن ايه، لان الناس مش عارفه ايه الاغنيه دي. ده اغنيه نهيبه قال خير شديد. ايوه. خير يعني خير اللي دخل مصر. دي اغنيه بدوي. اغنيه بدويه. احنا بنفهموها يا عرب. خير جديد معناها ايه؟ قول لنا كلماتها كده معناها ايه؟ يعني خير جديد. هذا ما جانا خير جديد. خير جديد، هذا ما جانا خير جديد. ارقص لنا كده، ورينا كده بترقص، ورينا كده. خير جديد هذا ما جانا، خير جديد اليوم وجانا، 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 شكرا لك، خير جديد اليوم وجانا.